الله يوفقك يا بشار. فراق مزارع في بلدة كفر مودة قرية القصابين من جراء القصف الهمجة على البلدة. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعطيك العافية. الله يحييك. ايش قلنا احكي لنا شيء. والله قصف وعم يضربوا علينا حرائق. الله يعطيك العافية. نتائج القصف نتائج قصفهم ما شاء الله. عم يحرقوا البلد، عم يحرقوا الزيتون، عم يحرقوا كل شيء. بدنا ارض محروقة يا جماعة. بلا ناس بلا. طفيتوا كلها كلها طفيتوا هلا؟ طفينا زيتون هذا، زيتون هزموا. زيتون اخضر هذا زيتون للبلد. يعني خطر للبلد. شيء عم يحرقوا. نحن الان في حالة خطر يعني. نحن نطفي الحريق ونحن بحالة خطر. ما راضينا القصف في كل لحظة تحت الحريق يعني. ولكن الحمد لله تمكنا من تطفيته بشكل يدوي يعني شفت. احد القادة الميدانيين في عتبة كفر مودة الشيخ عباس. هذا هو جيش الحر يقوم باطفاء حرائق ما يفعلها النظام من القصف ودمار البلد. ان شاء الله منطفي باذن الله. باذن الله. يعني بإذن الله. او نحرق البلد حرقوا المنطقة يحرقوا. الله يحرقهم بجهد. نحن بنصدره باذن الله. الله يحرقهم بجهد. يا لطيف يا الله. الله اكبر. يا الله. الله اكبر. يا الله. يا الله. يا الله يا لطيف. اقعدوا اقعدوا الارض اقعدوا الارض يا لطيف. يا الله يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. وما زال القصف مستمر من هذا النظام المجرم. حسبنا الله ونعم الوكيل. على البيت. حسبنا الله ونعم الوكيل. على البيت والله خلاص نحن نكمل. يا الله فوت فوت عين فوت على البيت. والله نكمل هناك الحمد لله. يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى الحيوانات تهرب من هذا النظام المجرم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.